المجلس الوطني لحقوق الانسان يحضر اليوم في هذه الايام المفتوحه للمديريه العامه للامن الوطني بهذا الرواق المشترك مع المديريه للموضوع ديالو حقوق الانسان. طبعا حقوق الانسان والعمل الشرطي والعمل الامني ربما هذه سابقه اول مره، وهذا الحضور طبعا ياتي في اطار الشراكه التي تجمع رسميا اطار اتفاقيه الشراكه وقعت السنه الفارطه ما بين رئيسة المجلس والمدير العام للمديريه العامه للامن الوطني، فيها عدد المحاور تتعني طبعا تطوير قدرات رجال ونساء الامن لاستحضار مبادئ ومعايير حقوق الانسان في العمل ديالهم اليومي في التدخلات ديالهم، وهذا باب واسع. طبعا هناك عديد من المعايير وعديد من المبادئ وعديد من المساطر التي تتعني طبعا العمل ديال الشرطي ومراعاه واحترام حقوق الانسان انطلاقا من تدخلات لا في الشارع العام ولا في تاطير المظاهرات، وكذلك في اطار يعني تدبير الحراسه النظريه وكل من الاشخاص الموضوعين تحت الحراسه النظريه لدى مراكز الشرطه، عدد ديال المفاهيم ديال السلامه الجسديه وغيرها وعدد اخر من الحقوق. طبعا هذا كله موضوع ورشه تكوين ونقاشات ودلائل ارشاد وكذا تسهل العمل الشرطي. طبعا هي الشرطه مساءله ليس فقط بتطبيق واحترام القانون الوطني العادي قانون الظهير الشريف المنظم لعمل المديريه العامه للامن الوطني وكذلك قانون المسطره الجنائيه، ولكن كذلك باستحضار المفاهيم ديال القانون الدولي لحقوق الانسان. عدد من المفاهيم ربما ليست بقوانين صارمه او لا قوانين بالمفهوم العادي، ما هي مبادئ توجيهيه قانون مرن تنقلوا كل هذه المفاهيم نحاول الاشتغال على طبعا ادخالها واستحضارها في العمل الشرطي اليومي. الشرطه طبعا عندها دور مهم في، وهذا مساله بديهيه، في حمايه الامن وحفظ الامن والاشخاص والمجتمع. ما يمكنش يعني الحقوق ما يمكنش تكون مضمونه لا الاشخاص ولا المجموعات بدون عمل الشرطي، ولكن الشرطي هو في نفس الوقت مسؤول على حمايه الاشخاص من انتهاكات، وهو كذلك مساءل باحترامه وهو بنفسه لهذه الحقوق. فهذوما البعدين الاحترام والحمايه. هذا الرواق يروم القاء الضوء على شراكة مؤسسية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفتهما فاعلين أساسيين في حماية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وهذه الفكرة، الأهداف ديال هذه الاتفاقية أو ديال الشراكة المؤسسية هي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المرفق الأمني من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الشرطة تروم ترسيخ الضمانات القانونية التي تكفلها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لإفادة الأشخاص المعنيين بمجالات تدخل المديرية العامة للأمن الوطني.